بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. في الفيديو ده هنستعرض لحضراتكم كيفيه ربط الهاتف على جهاز الكمبيوتر المحمول او جهاز الكمبيوتر البي سي باستخدام تطبيق يور فون المرفق والمثبت بشكل مسبق على نظام التشغيل ويندوز 10 او ويندوز 11، وخصوصا بعد التحديث الجديد للتطبيق واضافه بعض ازرار التحكم الجديده في واجهه التطبيق على نظامي ويندوز 10 او ويندوز 11. طبعا التطبيق موجود من زمان، واكيد في الكثير يعرف التطبيق ويعرف طريقه استخدامه، لكن ما يمنعش اننا نستعرضه على حضراتكم بطريقتنا المتواضعة، وخصوصا ربما ان يكون في بعض الناس ما تعرفش التطبيق او محتاجين بعض المعلومات عنه. عملية تشغيل التطبيق بتنقسم الى قسمين. القسم الاول ان التطبيق داعم لجميع هواتف اندرويد ابتداء من اندرويد 7 او احدث. القسم الثاني ان التطبيق بالتعاون مع مايكروسوفت بيدعم بعض هواتف سامسونج، وبالتالي عملية التعاون دي بتتيح لهواتف سامسونج شيء وحيد مختلف عن باقي اجهزة اندرويد، وهي عملية تشغيل تطبيقات والعاب الاندرويد على الكمبيوتر بكل بساطة. فاحنا في الفيديو ده هنستعرض على حضراتكم طريقة ربط الهاتف بالكمبيوتر باستخدام تطبيق يور فون لكل الهواتف، وهنستعرض مميزات التطبيق على الكمبيوتر لهواتف سامسونج المدعومة. طبعا في بعض هواتف سامسونج المدعومة اللي تقدر انك تشغل من خلالها تطبيقات والعاب الاندرويد، والبعض الاخر يقدر انه يستخدم التطبيق بشكل عادي جدا مثله مثل اي هاتف اندرويد، ولكن مش هتكون في ميزة تطبيقات والعاب الاندرويد متاحة معاه. فاحنا ان شاء الله نستعرض مع حضراتكم كل المميزات وكل الخصائص الخاصة بالتطبيق وابرز الاختلافات اللي موجودة ما بين الهواتف المدعومة وباقي هواتف اندرويد. اول خطوة هنبدأ بيها هي ربط الهاتف باستخدام التطبيق على جهاز الكمبيوتر بتاعنا. تقدر انك توصل للتطبيق من عدة طرق على جهاز الكمبيوتر، ابرزها انك تفتح تطبيق الاعدادات، تفتح قائمة ستارت، بعد كده سيتنج الاعدادات، بعد كده بتلاقي عندك الخيار ده يور فون، بتبتدي ان انت تضغط عليه، بعد كده بتضغط هنا على اد فون اضافة هاتف، بيبتدي مباشرة ان هو يفتح لك التطبيق. ولو انت من مستخدمين ويندوز 11 تقدر انك توصل للتطبيق من خلال محرك البحث، ثم بعد كده بتكتب يور فون زي ما انتم شايفين كده، بيبتدي مباشرة يظهر لك في نتائج البحث، بتضغط عليه بيفتحه لك بشكل مباشر زي ما انتم شايفين كده. ثم بعد كده بنضغط هنا على الخيار ده جيت ستارتد، تمام زي ما انتم شايفين كده. هنا بيسألك ان التطبيق يكون مثبت بالفعل على جهاز الهاتف بتاعك بحيث انك تقدر تعمل ربط ما بين التطبيقين باستخدام رمز الكيو ار. لو انت من مستخدمين اجهزة سامسونج المدعومة اللي التطبيق بيدعمها عشان تشغل تطبيقات والعاب الاندرويد، هتلاقي ان التطبيق مثبت بشكل مسبق عندك على الجهاز بتاعك. اما لو انت من مستخدمين اجهزه سامسونج اللي التطبيق مش بيدعمها او اي جهاز اندرويد اخر، بكل بساطه محتاج انك تنزل التطبيق من خلال متجر التطبيقات. ولكن تنويه بسيط، يجب ان اصدار اندرويد المستخدم على اي جهاز اندرويد على الاقل يكون اندرويد 7. وايضا هيكون في رابط اسفل الفيديو لقائمه هواتف سامسونج التي يمكنها تشغيل تطبيقات والعاب الاندرويد من خلال التطبيق. نبتدي دلوقتي اننا نتجه الى الهاتف بحيث اننا نثبت التطبيق او نعمل ربط ما بين التطبيقين. تمام زي ما انتم شايفين كده، لو انت من مستخدمين هواتف سامسونج المثبت عليها التطبيق بشكل مسبق، هتبتدي انك تفتح مركز الاشعارات، بعد كده هتلاقي عندك الخيار ده الربط بنظام ويندوز، بتضغط عليه ضغطه مطوله زي ما انتم شايفين بشكل مباشر بيبتدي ان هو يفتح لك التطبيق. اما لو انت من مستخدمين باقي الهواتف، بكل بساطه بتفتح متجر التطبيقات وبتكتب في محرك البحث يور فون، تمام زي ما انتم شايفين. طبعا بالنسبه للجهاز ده فهو مثبت عليه بشكل مسبق، بالنسبه لك هتلاقي كلمه تثبيت موجوده هتضغط عليها. بعد تثبيت التطبيق عندك هتتابع معانا بشكل عادي جدا باقي خطوات ربط التطبيق على جهاز الكمبيوتر. تمام زي ما انتم شايفين كده، سواء انت كان عندك التطبيق مثبت بشكل مسبق او حملت التطبيق، فدي الواجهه اللي انت هتشوفها اول ما تفتح التطبيق. بنبتدي ان احنا نضغط هنا على ربط هاتف وجهاز الكمبيوتر الشخصي، بعد كده متابعه، تمام كده. نبتدي ان احنا نضغط هنا على جرب طريقه اخرى بحيث ان احنا ندخل حساب مايكروسوفت الخاص بينا على اساس انك ما تواجهش اي مشكلات ما بين ربط التطبيقين. بعد كده بتضغط هنا على تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت، تمام كده بتبتدي ان انت تدخل الحساب بتاعك، بعد كده بتدخل الباسورد، بعد كده تسجيل الدخول، بعد كده بنتوجه الى جهاز الكمبيوتر بتاعنا وبنبتدي ان احنا نعلم هنا على الخيار ده بحيث ان احنا دلوقتي بناكد ان التطبيق بالفعل موجود عندنا على جهاز الهاتف بتاعنا. ثم بعد كده بنضغط هنا على الخيار ده على اساس ان احنا او يقوم التطبيق بانشاء رمز كيو ار. بعد كده بنرجع مره اخرى الى جهاز الهاتف بتاعنا وبنضغط هنا على الخيار ده ارى شفره الاستجابه السريعه، بضغط عليها، بعد كده متابعه، وبعد كده بوجهها على الشفره اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بحيث اني اعمل ربط، تمام زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بنضغط هنا على تم، ثم بعد كده بنتوجه الى جهاز الكمبيوتر مره اخرى وبنضغط هنا على كونتينيو. زي ما انتم شايفين حضراتكم كده تمت عمليه الربط. بنضغط هنا على جيت ستارتد،
بعد كده بيطلب منك فتح اعدادات الهاتف بحيث انك تعطي التطبيق بعض الصلاحيات، فبضغط هنا كده على اوبن سيتنج. تمام زي ما انتم شايفين حضراتكم، وبنتوجه تاني الى الهاتف وبنضغط هنا على الخيار ده ساعدنا على التحسين، وبنفعل الخيار ده. ثم بعد كده مباشره كده عمليه الربط زي ما انتم شايفين حضراتكم تمت دون اي مشكلات، واصبح الموبايل بكل بساطه مرتبط معانا على جهاز الكمبيوتر. نبتدي دلوقتي ان احنا نشرح لحضراتكم طريقه استخدام التطبيق بكل بساطه وايه هي اهم خصائص التطبيق. تمام كده زي ما انتم شايفين دي واجهه التطبيق الجديده. لو انت كنت من مستخدمين التطبيق ده فاكيد هتلاحظ ان تم تغيير الواجهه. بالنسبه ان كان في قبل كده موجود في عندك ايقونه بيبان فيها النسبه المئويه الخاصه بالبطاريه فقط موجوده فوق، دلوقتي اصبح موجود عندك ايقونه خاصه بالبطاريه والنسبه المئويه للبطاريه، وايقونه ثانيه خاصه بشبكه الموبايل بتاعك بتبين مدى قوه الاشاره، وايقونه ايضا اخرى خاصه باتصالك بالواي فاي بتبين هل انت متصل بالواي فاي ولا لا. ثم بعد كده بتلاحظ ان تم اضافه عده عناصر تحكم جديده، اول عنصر او اول خيار زي ما انتم شايفين كده لتفعيل وضع عدم الازعاج، ومجرد انك بتفعله الجهاز بتاعك بيدخل في وضع عدم الازعاج. ثم بعد كده الايقونه دي خاصه بالبلوتوث تقدر انك تقفل او تشغل منها البلوتوث. ثم بعد كده ايقونه فوليوم ودي خاصه بانك ممكن تشغل الرنين الخاص بالجهاز بتاعك او انك تخلي الجهاز بتاعك في الوضع الصامت. ثم بعد كده الايقونه دي اوديو بلاير تقدر انك تتحكم من خلالها في تطبيق مشغل الموسيقى الخاص بالجهاز بتاعك، تقدر ان انت تعمل له ايقاف او تشغيل من خلال الايقونه دي. يعني زي ما انتم شايفين عناصر التحكم الجديده اللي تم اضافتها مؤخرا بحيث ان هي تسهل عليك اهم الاجراءات اللي انت ممكن تحتاجها من الهاتف بتاعك، بحيث انك تقدر تتحكم فيها من خلال تطبيق سطح المكتب دون الحاجه الى فتح الهاتف. وايضا لو ضغطت هنا على شاشه الموبايل هيتم فتح الموبايل بتاعك بشكل نافذه منفصله، تقدر انك انت تستخدم الهاتف بتاعك ايضا من خلال تطبيق سطح المكتب، ولكن الخاصيه دي بتحتاج فقط انك تفتح الهاتف، مجرد فقط انك بتفتح الشاشه ثم بعد كده تقدر بكل بساطه انك تديره او تستخدمه بشكل عادي جدا من خلال تطبيق سطح المكتب. زي ما انتم شايفين كده من خلال النافذه دي يعتبر انت بتستخدم الهاتف بتاعك دون الحاجه الى انك تمسك الهاتف بتاعك او انك تفتحه، تقدر من خلال النافذه دي انك انت تجري مكالمات، تفتح تطبيقات، تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، تتصفح الموبايل، اي شيء محتاجه من الموبايل هيكون موجود معاك هنا من خلال تطبيق سطح المكتب. ولكن الميزه دي فقط متاحه لهواتف سامسونج المدعومه، وايضا ميزه التطبيقات، هم دول الميزتين فقط اللي بتنفرد بيهم هواتف سامسونج المدعومه عن باقي الهواتف. اما باقي المميزات والخصائص اللي هنوضحها لحضراتكم دلوقتي في التطبيق تقدر انك انت تستخدمها بشكل عادي جدا دون اي موانع. النوتيفيكيشنز الاشعارات او الاخطارات تقدر من خلال الخاصيه دي انك تتلقى كل الاشعارات اللي بتجيلك على الهاتف، هنا من خلال الخاصيه دي تقدر انك ترد على رسائل الواتساب، تقدر انك ترد على الايميلات، اي اشعارات او اي تذكيرات بتجيلك على الموبايل هتجيلك هنا من خلال الخاصيه دي. ومن خلال هنا الايقونه دي الكاستمز تقدر انك انت تحدد ايه هي التطبيقات اللي انت محتاج انك تتلقى منها اشعارات. زي ما انتم شايفين كده بتضغط هنا على الخيار ده شو اول بيظهر لك كل التطبيقات اللي موجوده عندك على الموبايل بتاعك، تقدر تحدد ايه هي التطبيقات بالظبط اللي انت حابب انك تتلقى منها اشعارات. وكذلك الحال المسج الرسائل، من خلال خاصيه الرسائل بيظهر ليك كل رسائل الاس ام اس اللي بتجيلك وتقدر انك ترد عليها من هنا من خلال الخاصيه دي. وايضا من خلال النيو مسج تقدر انك تنشئ رساله جديده من خلال انك بتكتب هنا فوق كده الرقم او بتكتب الاسم، ثم بعد كده هنا في الاسفل بتكتب محتوى الرساله، وبكل بساطه من خلال خاصيه المسج تقدر انك تستقبل او ترسل اي رسائل اس ام اس من خلال تطبيق سطح المكتب. التطبيق اللي بعد كده الفوتوز الصور، زي ما انتم شايفين كده تطبيق الفوتوز بيتيح ليك الوصول الفوري الى ما يقرب الى 2000 صوره من احدث الصور الملتقطه عندك على الجهاز بتاعك، تقدر من خلال تطبيق الصور هنا انك تعمل بعض التعديلات على الصور اللي موجوده على الهاتف عندك، ما بين انك تقدر تفتح الصور وتقدر انك تتنقل ما بينها بكل سهوله، او انك تقدر تفتحها من خلال تطبيق الصور الخاص بالويندوز عندك وتجري بعض التعديلات عليها من خلال تطبيق الصور نفسه. من خلال خيارات تعديلات الصور الخاصه ببرنامج الصور تقدر انك انت تجري بعض التعديلات على الصوره دي، وتقدر انك تحفظها مره اخرى بالتعديلات اللي انت اجرتها عليها، او تقدر انك تحفظها على جهاز الكمبيوتر عندك من خلال انك بتضغط هنا بعد التعديل، تضغط هنا على سيف اند كوبي بيتم فتح الكمبيوتر عندك، تقدر انك تحدد حفظ الصوره دي عندك على جهاز الكمبيوتر بكل بساطه. وايضا زي ما انتم شايفين تقدر من خلال السحب والافلات انك تاخد نسخه كوبي بشكل مباشر من الصوره دي، ومجرد انك بتمسك الصوره زي ما انتم شايفين كده وبتتجه بيها لاي فولدر موجود عندك او على سبيل سطح المكتب بيتم
نسخ الصورة إلى المكان المحدد بشكل مباشر، وتقدر إنك تنقل الصورة دي بشكل مباشر إلى أي تطبيق أنت بتستخدمه. على سبيل المثال تقدر إنك أنت تشاركها بشكل مباشر على تطبيق وورد أو تطبيق باوربوينت، أي تطبيق أنت محتاج إنك تنقل فيه الصورة بشكل مباشر. وعن طريق الضغط كليك يمين على أي صورة بيظهر لك عدة خيارات أخرى، أهمها إنك تقدر تعمل شير أو مشاركة لأي صورة، أو تقدر إنك تعمل ديليت لأي صورة على أساس إنك لو محتاج تعمل تصفية وتزيل بعض الصور اللي أنت مش محتاجها. ثم بعد كده عندنا التطبيقات، زي ما أنتم شايفين كده بيتم عرض هنا في تبويب التطبيقات كل التطبيقات المثبتة على الهاتف بتاعك. تقدر إن أنت تفتح أي تطبيق أو تستخدمه بكل سهولة خالص عن طريق إنك بتضغط عليه، ولكن الخاصية دي فقط بتحتاج إنك تفتح شاشة الهاتف بتاعك لأول مرة. بمجرد إنك بتفتحها فقط لأول مرة بيتم فتح التطبيق، تقدر إنك أنت تتصفحه بكل سهولة. وأيضا زي ما أنتم شايفين كده تقدر إنك تخصص قائمة بالتطبيقات المفضلة تكون في بداية صفحة التطبيقات هنا الفايفوريت، ومجرد إنك بتضغط كليك يمين على أي تطبيق ثم بعد كده بتختار الخيار ده Add to Favorites، بيتم إضافة قائمة بالمفضلة الخاصة بالتطبيقات بتاعتك بتكون هنا في المقدمة. وأيضا تقدر إنك تضيف التطبيقات دي هنا على التاسك بار في شريط المهام، وأيضا تقدر تضيفها هنا في قائمة Start عن طريق إنك بتضغط كليك يمين ثم بعد كده بتختار عندك خيارين بين تو ستارت تثبيت في قائمه ستارت او بين تو تاسك بار. على سبيل المثال هنختار الخيار ده بين تو تاسك بار، زي ما انتم شايفين كده بيتم تثبيت التطبيق بشكل مباشر في شريط المهام. وايضا تقدر تضيف اي تطبيق في قائمه ستارت، كليك يمين بعد كده بين تو ستارت، تظهر لك النافذه دي بتوفق عليها. زي ما انتم شايفين كده بتلاقي التطبيق اصبح موجود في قائمه ستارت، تقدر انك انت تفتحه في المرات القادمه من خلال قائمه ستارت. ثم بعد كده عندنا تبويب كولز المكالمات، وهذه الميزه بتتيح لك اجراء واستقبال المكالمات من خلال جهاز الكمبيوتر، والميزه دي فقط بتحتاج اتصال بالبلوتوث نشط، يعني يجب انك تكون مشغل البلوتوث على الهاتف بتاعك. ثم بعد كده بكل بساطه تقدر انك تستقبل اي مكالمات انك ترد عليها او ترفضها من خلال جهاز الكمبيوتر بتاعك. واخيرا زي ما انتم شايفين كونتاكتس جهات الاتصال، ودي طبعا بيكون فيها جهات الاتصال المسجله على الهاتف عندك. بس كده حضراتكم، وده كان موضوع الفيديو، نتمنى ان نكون قدرنا نقدم لحضراتكم شيء مفيد ينال اعجابكم. ولو اعجبكم الفيديو لايك للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.